بسم الله الرحمن الرحيم ويلكم ان شاء الله الى الستاري اوف سورة الحاقة فيرس 15 16 and 17 we will repeat ان شاء الله this lesson till we memorize and also you can look on your youtube at the same time keep repeating till you get them all right فيوم اذ وقعت الواقعة فيوم اذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه فيومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه Keep repeating inshallah till you memorize جزاكم الله خيرا Next part of this surah is coming up next video